وللحديث عن انهيار قطاع التعليم في العراق وارتفاع معدلات الأمية في البلاد ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي العراقي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي. أهلا بك معنا دكتور راوي. أهلا وسهلا بكم ومساعديكم. أهلا بك دكتور. يعني المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية التكنولوجية في العراق إلى 68%. بداية، ماذا تعني لكم هذه النسبة كأكاديمي عراقي؟ حقيقة يعني نسبة محزنة ومؤسفة في نفس الوقت، أنه يصل العراق لهذه المرحلة المظلمة في تاريخه. هذا العراق اللي كان نموذج يحتذى به في المنطقة من ناحية التعليم، من ناحية الرفاهية التدريسية، من الأكاديميين، من العلميين، له باع في التعليم بكافة مراحله من الابتدائية، الثانوية، الجامعية والدراسات العليا، إلى أن يصبح هو مركز الجهل مع الأسف الشديد، بالرغم من أن الحصار أثر على العراق وهذا لا ريب فيه، لكن المصيبة والطامة الكبرى عندما استلم هؤلاء الجهلة التعليم في العراق وزادوه سوءا ودمارا. أنا لا أقصد أهل العمائم بذاتهم، وإنما لما لبسوا العمائم وأبرعوا في التدريس الجاهل النموذج الخاطئ في نقل الصورة عن العراق وعن هذا البلد الكريم العظيم الذي بنى منارة العلم في المنطقة العربية، أنه يصبح هؤلاء الجهلة هم سادة التعليم. ومع الأسف كثرت الجامعات المزيفة وكثرت المدارس المزيفة، كليتها تبنى على مسألة استغلال المواطن المسكين الفقير. ولهذا تقريبا أخي الكريم إذا تسمح لي، تقريبا الأمية الآن تضرب في العراق بحدود يعني 12 مليون حسب بعض الأحصائيات، 12 مليون مواطن عراقي أمي لا يفقهون ولا يعلمون أي شيء عن الحياة، بعد إن كان العراق تقريبا 99% أصبحت الأمية خالية من العراق. يعني العراق خذ علي أنا نعم إذا تسمح لي دقيقة. إذا أنا في دفعة 86 تقريبا العراق كان، هاي دفعتي أنا اللي أقول عليها، تقريبا حوالي 5000 طالب ماجستير ودكتوراه، هاي فقط لبريطانيا، فقط لبريطانيا، عدا فرنسا، أمريكا، ألمانيا، دنمارك، بلجيكا، كذا ما أدري شنو. فأحسب أنه كان العراق موجه اهتمامه ومنصب اهتمامه على بناء مجتمع تعليمي راقي له باع طويل في العلم والمعرفة. لذلك الآن العراق لما الآن دكتور ما الذي تغير؟ يعني هل هناك تقصد لحملات يعني التجهيل من عام 2003 ولحد الآن، خاصة أن يعني كما تعلم العراق حل بالمركز الأخير عالميا بالنسبة للإنفاق على قطاع التعليم؟ أخي العزيز، العراق مع الأسف الشديد بعد 2003 جاءوا ناس لا يفقهون في العلم شيئا، وتجهيل متعمد حتى كل نظرياتهم وأقاويلهم يدخلوها في رؤوس الطلاب بأنها حقيقة ليست قابلة للنقاش، وهذا طبعا تجهيل بكل، حتى حذفوا كثير من الدروس والسابقة والمواضيع السابقة في التعليم ودروس التاريخ ودروس المعرفة، حذفوها من المناهج التعليمية وأصبحت مناهج كلها تنصب على طريقة معينة
طريقه خاطئه، طريقه تجهيل شو اسمه تقسيم المجتمع، تقسيم المجتمع بعد ان كان المجتمع حقيقة عيب إنه واحد يتكلم بهذه. نعم. بالنسبة لواقع الكوادر التدريسية والتعليمية في العراق أمام يعني هذا الواقع المزري حقيقة، هل نتوقع هجرة لهؤلاء المعلمين كما حدث من هجرة الأطباء العراقيين والنخب العراقية؟ والله حقيقة أخي الكريم أنا أعتقد الهجرة ليس جديدة، وإنما بعد 2003 الهجرة كانت مستمرة وأصبحت مثل ما يقول مثل الإناء اللي انكسر وبدأ الماء يتدفق منه، أصبحت الناس تخاف على أنفسها، أصبحت الناس لا تؤمن بهذه القيم ليس لها من معرفة وليس لها مكانة في المجتمع العراقي، إنه يجي يسمعك قصص ليس من التاريخ، ليس من القيم الحضارية، ليس من المدنية، يعني يريد يدخل برأس الطالب أشياء غير. فهذه طبعا أكيد أنه مهما يكون هذا الأستاذ، هذا العالم، هذا الطبيب، أنه لا يؤمن بتعلم على القيم الاجتماعية، الحق، القيم المدنية، الحضارة، بعد القيم الإنسانية، ويجي إنسان معمم يحشي به كذا وما قال كذا وعمل كذا وسوى. هذه طبعا تقسيم للمجتمع، تدمير، مو تقسيم وإنما تدمير للمجتمع. فعليه أنه العالم تبدي مع الأسف الشديد. نعم. وسيفرغ العراق مع الأسف من خلال هؤلاء الجهلة. طيب دكتور، اليوم ما هو المطلوب للنهوض بالقطاع التعليمي؟ أخي النهوض بسيط، أنه يكفون هؤلاء الجهلة أنفسهم عن التعليم، ليس لهم خبرة، ليس لهم معرفة، ليس لهم دراية بكل هذه الأشياء. المصيبة الكبرى أخي وأقولها بكل صراحة أنه حل علينا، وليس متقصد وأعيد أنه العمايم، لكن العمايم ليس هو هذا مكانها وليس هذا هو منهجها، منهجها الجامع، منهجها الحسينية، وليس الجامعات، وليس الثانويات، وليس المدارس، هذولي ليس لهم اختصاص في هذا المجال. يجب أن يأتي الأستاذ اللي دارس والمعلم اللي دارس والمثقف اللي له معرفة وله باع في التدريس، هؤلاء يجب أن يستلموا التعليم، ولا إذا أصبح التعليم بيد هؤلاء الجهلة فليس للعراق قائمة. طيب بالنسبة للدور المناط بالنخب العراقية والأكاديميين العراقيين الذين يتواجدون خارج العراق بطبيعة الحال، هل من دور مناط بهم؟ أكيد أكيد، يعني أنه على المواطن العراقي مثل ما كرم العراق وأرسل وأصرف عليه مصاريف باهظة لأن يكون دكتور أو ماجستير أو إلى آخره، يجب أن يوفي بهذا الجميل من العراق، وأن قدر الإمكان أن يرفض التعليم في العراق وأن يضيع سواء بالكتاب أو سواء بالفكرة أو سواء بال يعني مثل ما يقول مقالة أو مجلة معينة أو إلى آخره. لأن أخي الكريم إذا وأقول أنه مع الأسف الشديد العراق، يعني كان يقال أنه مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ، وين هسه؟ أصبح العراق مع الأسف الشديد أنه أصبح الجهل والأمية منتشرة في العراق، بعد أن كانت الثقافة وهي مثل ما يقول منبعها العراق. أنا قلت لك أخي الكريم أنه إحنا كنا في جامعة واحدة إحنا تقريبا 40 طالب دكتوراه، ومنهم ما يسمعني الدكتور عبد ذياب العجيلي وما يسمى الدكتور سعدون الدليمي، هذول في جامعة واحدة 40 واحد 40
طالب دكتوراه في جامعة واحدة. أما الآن تلقى 40 واحد معمم جاهل ليس له بالعلم أي شيء يدرس طلاب جامعات. معقولة؟ معقولة هذا الشيء؟ شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن، الأكاديمي العراقي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم.